محاضرتنا اليوم عن طاقة الشمس، الطاقة الصادرة من الشمس. فهنا يعترضنا مصطلحين مهمين جدا. المصطلح الأول نورانية الشمس، يقصد بالنورانية luminosity، طبعا بالانجليزي luminosity، يقصد كمية الطاقة التي يبعثها الجسم، نورانية أي شيء حتى نورانية وجهك، كمية الطاقة التي يبعثها ذلك الجسم أو السطح في لكل وحدة زمن، كل وحدة زمن في الثانية عادة. فإذا الطاقة التي يبعثها السطح في الثانية الواحدة تسمى النورانية، وهي تقابل بالضبط بالمصطلح الفيزيائي تقابل القدرة، لأن القدرة المعدل الزمني لإيش؟ للطاقة، لانبعاث الطاقة، القدرة. وعادة نحن نقيس القدرة مثلا المصباح كذلك، نقول هذا 100 واط، الواط هو جول على الثانية في الثانية، فالقدرة تقاس بوحدات الواط، وطبعا كيلو واط وميجا واط ويعني وجيجا واط ممكن، الواط وتفريعات، هذه هي القدرة. قدرة الشمس بالذات للعلم يعني مكتوبة بالدوسية 4×10 قوة 24، قوة 26 للشمس، 4×10 قوة 26 واط، مهولة جدا، قدرة هائلة جدا، هذا مقدار كبير جدا طبعا يعتبر بالقياس الأرضي. هذه نورانية. سطوع في مصطلح ثاني، السطوع هو الـ 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 القدرة الواصلة إلى المشاهد لكل وحدة مساحة، وتقاس واط على متر مربع مثلا، الواط على المتر المربع. زين، يعني اذا احولها باسم الطاقة ويساوي جول، ناكش كتبنا الواط يساوي جول على الثانية، وهذا راح يصير جول على الثانية لكل وحدة مساحة، يعني متر مربع، سنتيمتر مربع وحدة مساحة، كيلومتر مربع وحدة مساحة. فإذا طيب راح تقول لي وين أي مساحة هاي؟ قلنا القدرة الواصلة للمشاهد، يعني إذا كانت هاي الشمس هون وهون الأرض، هذه الأرض إيش قد بعدها على الشمس؟ حطها على شكل التقريب، حطها دائرة، المسافة بينها وبين الشمس تقريبا 150 مليون كيلومتر. فالكرة، الكرة التي تحيط عند هذا الموقع، الكرة التي تحيط بالشمس عند موقعنا عندنا على الأرض، راح تساوي مساحة الكرة 4π r² 4 نسبة ثابتة في مربع r، فهذا r يساوي 150 مليون كيلومتر. تريد تحسبه بالمتر، مش مشكلة، 150 في 10 قوة 8 متر، فاحسبها هالشكل، واحسب عاد الأربعة في 10 قوة 26
زين هاي قلنا ايش؟ قلنا واط مقسومة على هذا الرقم 4 باي نسبة ثابتة في 150 في 10 قوة 8 هذا تربيع، هاي راح تصير البي البرايتنس، السطوع برايتنس، هذا السطوع مقدار بالنسبة للأرض يعني مقدار ثابت، زين مقدار ثابت ويساوي 1400 واط بير متر سكوير، ويسمى الثابت الشمسي سولار كونستنت. طبعا هذا بدون الأخذ بنظر الاعتبار ما يمكن أن يعني ما يتوقع أن يمتص مثلا من الغلاف الجوي. الغلاف الجوي للأرض يمتص جزء من هذه الطاقة، وجزء ليس قليلا. المسافة بين الأرض والشمس إلا ما فيها بعض الأيونات والهاي اللي تمتص كمان قدر من الطاقة. فأنا قست الثابت الشمسي في الحقيقة وجدت أنه حوالي 760، يعني تقريبا نصف 760 واط على المتر المربع من ناحية الواقعية. هذا الفرق ما بين إذن النورانية والسطوع، هذا السطوع وهاي النورانية. النورانية القدرة التي تبعث الشمس نفسها، وهاي القدرة تتناسب طبعا مع مربع مش مربع ولا قوة 4 تي قوة 4 النورانية L، هاي يرمز لها L وهاي يرمز لها B كما قلنا أيضا للعلم. فالL تساوي عادة يعني تتناسب طرديا مع المساحة السطحية الأريا ومضروبة في تي قوة 4 تي درجة الحرارة، تي قوة 4 تي درجة حرارة سطح الشمس قوة 4. وأي جسم وأي نجم، أي جسم ساخن على فكرة تقدر تحسب هون يعني L يساوي سيجما اللي هو ستيفن بولتزمان كونستانت. ما بدي أدخلكم كثير في هالتفاصيل، وهاي تي قوة 4 حتى بالحديثة أجيبهم للطلاب سؤال أقول له إذا كانت درجة حرارة جسمك هي بحدود 37 درجة مئوية فما وكان وجهك اعتبره دائرة نصف قطرها 10 سنتي للتسهيل أو 12 سنتي بالكثير، فما هي نورانية وجهك؟ يقدر يحسب يقدر يحسب نورانية وجهه للسيجما، يعرفها المفروض. أيضا يعني على سبيل هذه القدرة الهائلة الشمس صار لها تبعثها الطاقة الهائلة صار مليارات السنين من خلال استكشاف الصخور التي على الأرض، بالذات على سطح الأرض. عرف الناس بالقرن العشرين مش بعيد هذا الحكي، عرفوا أن الأرض عمرها تقريبا 4000 مليون سنة. طب على افتراض أن الشمس نشأت قبلها، وفي مصادر أخرى أيضا لتحقيق هذا الكلام يعني لمعرفة متى بدأت الشمس تبعث هالقدرة الهائلة، فالتقدير على أقل تقدير في أقل تقدير عمر الشمس حتى الآن هو 4500 مليون سنة على الأقل، يعني صار لها 4500 مليون سنة
هذه الكتلة الهائلة اللي هي شمس تبعث هذا القدر من الطاقة الهائلة، منين هذا؟ الحقيقة لم يكن الأمر سهلا، يعني كيفية اكتشاف، بس أول شيء عرف الإنسان أن الشمس من خلال الأرصاد طبعا مؤلفة من غاز الهيدروجين بشكل رئيسي والهيليوم بشكل ثاني. يعني تكوين الشمس هيدروجين زائدا هيليوم بشكل رئيسي، والهيدروجين يؤلف حوالي أكثر من 70%، 74% على الأقل، 74%، وهذا بحدود 23% و 22%، والبقية عناصر أخرى. هذا تكوين الشمس. كيف عرفوا أيضا؟ لأنه هذول الجهلة ماكو أهل الأرض المسطحة واللي ما يعترفون بعلم الفلك وهذا، كيف عرفوا؟ منو راح شاف الشمس؟ كيف عرفوا؟ من ضوء الشمس. أنت لو تفهم تحلل ضوء الشمس بالسبكترومتر وتعرف أنه الضوء هذا يحتوي على سيجنيتشر مع العناصر، بصمة العناصر الطبيعية، وتقدر تعرف خطوط الطيف مع الهيدروجين بالمختبر وتقارن، وتعرف خطوط الطيف مع الهيليوم وتقارن معه، وهكذا مع كل العناصر. وعندنا كتالوجات العلماء عندهم، لا بل بالمكتبة مع جامعة اليرموك موجود كتالوج كبير مع الخطوط الطيف مع العناصر كلها. قارنها مع الضوء اللي جاييك من الشمس وراح تعرف ما هي العناصر الطبيعية الموجودة في الشمس. راح تعرف انه في هيدروجين لان خطوط الهيدروجين موجودة والهيليوم موجودة، وكذلك راح تعرف انه فيها اكسجين وتعرف فيها كربون وفيها حديد وفيها كل العناصر تقريبا في الشمس. كل العناصر ال 92 عنصر موجودة ولكن بنسب مختلفة. كيف عرفنا النسبة طبعا؟ هنا كمان سؤال، كيف عرفوا النسبة؟ النسبة من شد الخط، الخطوط هاي البراقة اللي تظهر في الطيف، كلما كانت شدة أعلى كلما معنى ذلك أنه الكونسنتريشن مال العنصر ذلك أكبر، وعادة يعملون كونسنتريشن نسبية، يعني نسبة إلى فيطلع معهم حسابات دقيقة جدا، يقدرون يوجدون نسبة العناصر الموجودة في الشمس. وكما قلت الأكثر هي الهيدروجين والهيليوم. بس يبقى السؤال، طيب منين هالطاقة الحرارية والإشعاعية والضوء القادم إلينا من الشمس، منين ده يجي؟ يعني لازم في مصدر الطاقة. زمان قديم قديم حسبوا الناس بالقرن القرون القديمة، قالوا أنه عبارة عن كتلة هائلة من الفحم. الشمس عبارة عن كتلة هائلة من الفحم، بس الفحم هو يحترق احتراق هذا كيميائي. لو تيجي تحسب يعني بالقرن 17 والثامن عشر بدأوا يحسبون الشغلات وعرفوا، خاصة من عرفوا كتلة الشمس، قال هذه خلينا نحسب إذا عندنا كتلة فحم تساوي كتلة الشمس، كم من الوقت ستستطيع أن تبعث طاقة بهذا المقدار؟ كم من السنين؟ كم من ملايين السنين؟ طلعت عندهم ولا ملايين ولا شيء، 5000 سنة وسلام السلمك، يعني بتخلص الشمس. طيب عمر الشمس 4500 مليون سنة، كيف ضابطة هاي؟ ما تزبط. في القرن الثامن عشر والتاسع عشر طلعت نظرية أخرى، قال لك لا مش فحم ولا خشب ولا حطب، الشمس كل جسم كبير جدا، كتلة كبيرة، كل جزيئة فيها لها طاقة وضع،
طب لو انكمشت هاي الشمس، انكمشت حجما، ايش راح يصير؟ طاقة الوضع لتلك الجسيمات، جسيمات جرم الشمس، ستتحول إلى حرارة مثلا وضوء. وهاي النظرية طلع بيها كالفن وهلمهولتز، علماء اثنين علماء فيزياء بالثيرموداينامكس كانوا يشتغلون، فكيفوا على هذا النموذج. قال لك هي تصير ايش، كل ما جالها الشمس عم ايش، عم تصغر، عم تنكمش، واثناء الانكماش طاقة الوضع الجذبية لتتحول الى طاقة حرارية وضوئية وغيره بهالطريق، يعني بهال تتحول من الانكماش. قال نحسب الشمس راح تنكمش كلها وتصير نقطة، احسبها، بيطلع طاقة الوضع توفي معك على هالمصروف، أربع يعني على هالقدر اللي هو 10^26 واط، راح توفي معك لمدة 20 مليون سنة. 20 مليون سنة، ونحن بنحكي عن 4500 مليون سنة، كمان ما بتزبط. فإذا طاقة الوضع هذه أو الطاقة الجذبية يسموها النموذج الجذبي والانكماش ما يوفي، كيف إذن؟ فبقى الفيزيائيين والفلكيين محتارين بالشغلة إلى عام 1934 بالثلاثينات من القرن الماضي. وضع فيزيائيون، واحد اسمه هانس بيتا، وضع نموذج آخر لطاقة الشمس، وهو النموذج اللي فعلا تبين أنه صحيح. ماذا يقوم هذا النموذج؟ يقوم على فكرة أن أربع نواة ذرات من الهيدروجين تتحول إلى نواة ذرة هيليوم. نواة ذرة الهيليوم تحتوي على 2 بروتونز زائدا 2 نيوترونز. هون عندنا 4 بروتونز، فأربع بروتونز ممكن تتحول إلى 2 بروتون زائدا 2 نيوترون، وتصير نواة طبعا بعملية ببروسس. البروسس هذه لم يفصلها هانس بيتا حسب الطاقة المتحررة، لأنه هذه الأربع بروتونات لما تندمج مع بعضها وتعمل لك نواة هيليوم، هذا هيليوم، هذا هيدروجين، أربعة هيدروجين، يعني خلينا نحطهم أربعة هيدروجين تتحول إلى واحد هيليوم، ذرة واحدة من الهيليوم أو نواة ذرة الهيليوم. عندئذ تنبعث طاقة إشعاعية حرارية ضوئية إلى آخره هائلة من كل عملية اندماج. وهذه العمليات الاندماج مليارات المليارات من البروتونات عمالة تندمج في هاي العملية. اللي فصل موضوع اندماج الهيدروجين في وما بعد ذلك يصير كمان، كما سنفهم بعد قليل، يندمج الهيليوم كمان بعدين وعناصر أخرى، هو فريد هويل وآخرين فصلوا عمليات الألفا بروسيس وكذا والإلكترون كابتشر، وفصلوا فيها، ما في داعي نفوت فيها الآن لأن دا ننطي نحن أوفر فيو للموضوع. فهذا هو مصدر طاقة الشمس. إذا مصدر طاقة الشمس لما حسبوا طبعا وجدوا من كمية الهيدروجين الموجودة بالشمس استطاعوا أن يقدروا عمر الشمس سيكون
بحدود 10 قوة 10 سنة، يعني 10 مليار سنة. فإذا استنتجوا أنه مصدر طاقة الشمس هو اندماجات هيدروجينية في قلب الشمس، في قلب الشمس، في باطن الشمس، في الكور. مدرسنا الكور منطقة اللي هي اللب، في اللب، وتبلغ حرارة اللب 10 قوة 7 كلفن درجة الحرارة، وهاي تكفي بالحقيقة 15 مليون، 10 مليون، 15 مليون كلفن، يعني 1.5 في هذا الرقم، تكفي لاندماج الهيدروجين اللي هو نوع الهيدروجين اللي هو البروتونات بالضغط الموجود. طبعا هو يحتاج ضغط هائل ويحتاج درجة حرارة، درجة الحرارة كافية والضغط الموجود كافي وتتحقق عملية الاندماج، فيصير عندك فرن نووي في باطن الشمس. هو هذا الفرن النووي اللي جاي يوفر لك هذه القدر من الطاقة والقدر من الضوء، كمية الضوء الهائلة اللي أيضا تبعثها الشمس، وإشعاعات أخرى أيضا، يعني حتى إكس راي يطلع من الشمس، أشعة إكس كمان، راديو ويفز، كل شيء. السؤال: إلى متى ستستمر الشمس؟ أي نعم، أنت تقول هسا عمرها 4500 مليون سنة. طيب، 4500 مليون سنة، وهناك حطينا 10 مليار، يعني 10,000 مليون سنة. إذن متوقع أن الشمس تستمر في إطلاق هذا القدر من الطاقة بهذا المعدل اللي حسبناه على 10 قوة 26 جول بير سكا، يعني واط، لمدة 5500 مليون سنة. هيك معناته مستمر الشمس. وبعدين شو راح يصير؟